أهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة من كورس سي بلس بلس. في هذه المحاضرة راح نشرح جزئية مهمة جدا 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 بلغة سي بلس بلس وبجميع لغات البرمجة اللي هي الدالة F. الدالة F من أهم الدوال وأهم الجزئيات في كل لغات البرمجة. هذه الدالة تعتبر العمود الفقري للغات البرمجة. الدالة سهلة جدا وبسيطة، لو افتهمنا هذه الدالة راح نفتهم اللغة بشكل كبير جدا. طيب راح ننزل هنا بالأسفل، راح نكتب صيغة الدالة. طبعا نكتب F صيغة الدالة قوسين دائريات وطبعا قوسين براكتس بهذه الطريقة. هذه هي صيغة الدالة فارزة منقوطة. طيب صيغة هذه الدالة، أولا نكتب F، بعدين هنا راح يكون الشرط، هنا راح يكون جواب الشرط. طبعا الدالة F هي دالة استعلامية، نستعلم عن شيء معين، نسأل عن شيء معين، إذا كان الجواب نعم راح يحدث شيء آخر، وإذا كان الجواب لا راح يحدث شيء آخر أيضا. يعني كمثال، في حال لو نزلت إلى البحر، لو أنا كنت أعرف أسبح راح أعيش، ولو كنت ما أعرف أسبح راح أموت. فالحياة أو الموت تعتمد على خبرتي بالسباحة، طبعا أقصد من الناحية المنطقية وليس من الناحية الروحانية، أكيد الله سبحانه وتعالى هو فوق كل شيء. طيب نأخذ مثال آخر، لو كان الطالب درجته 50 راح يكون ناجح، وإذا كان أقل من 50 راح يكون راسب. طيب نأخذ أمثلة عملية بهذه المنطقة، هو راح يكون السؤال، وبهذه المنطقة راح يكون جواب السؤال في حال لو تحقق السؤال. طيب نأخذ مثال، هذا المثال مثلا راح يكون متغير هنا اسمه انت، راح نسميه بهاء يساوي 10 فارزة منقوطة. هنا لو كان بهاء يساوي 10 اطبع لنا هنا، طبعا ممكن يعني لا بأس ننزل للأسفل هذه المنطقة، سي اوت كوتيشن مارك، اطبع لنا اوكي فارزة منقوطة ولا ننسى الأقواس البرمجية. طيب نجي نجري عملية اكسكيوت، اذا لاحظ هنا طلعت انه اوكي. طيب ليش اوكي؟ لان بهاء فعلا هو يساوي 10. طيب لو كان بهاء يساوي 9، هنا بالاصل بهاء 9، واحنا هنا بالدالة قلنا اذا كان المتغير بهاء يساوي 10 اعطينه اوكي، راح نجي على اكسكيوت ما انطانا اوكي. ليش؟ لأن هنا المتغير بها هو قيمته 9 مو قيمته 10، احنا قلنا له فقط إذا قيمته 10 اعطينا أوكي، فهو ما انطانا أوكي لأن القيمة ما تساوي قيمة المتغير. طيب بهيجي حالة شنو أقدر أسوي؟ بهيجي حالة نقدر نجري الدالة إلس. طيب الإلس شون تكون؟ بشكل مباشر بعد القوس المعكوف وقبل الفارزة المنقوطة، هنا راح نكتب else بهذه الطريقة، أيضا نفتح أقواس برمجية قوسين، طبعا حتى لا تدوخون بشكل مباشر نقدر نخليهن بهذه الطريقة. أيضا نقدر else هنا تكون see out بشكل مباشر، see out قواس برمجية، هنا راح تكون no وطبعا فارزة منقوطة. إذا أجي أطبع هنا execute، من يعرف النتيجة راح تكون okay لو no؟ طبعا النتيجة راح تكون no. ليش؟ لأن البهاء ما تساوي لي 9، تساوي لي 10. إذا تساوي 9 راح يطبع لي هذه الأقواس اللي مباشرة بعد الإف بعد الشرط، وإذا كان لا ما يساوي الشرط راح يطبع لي هذه الأقواس اللي مباشرة بعد الإلس. طيب هنا يساوي لو ما يساوي؟ ما يساوي.
فشنو راح يطلع لي؟ راح يطلع لي نو. نجرب ونشوف. هنا أنا طلع لي نو. لو كان هنا أنا عندنا 10 اكسكيوت راح يطلع لي اوكي. فاذا هذه هي الدالة اوكي. طيب ناخذ مثال اخر. راح نجي هنا متغير نسميه string. متغير string راح نسميه مثلا user. username يساوي مثلا 1 2 3 4 password. وهنا راح نستعلم عن هذا الباسورد if. راح نخلي الشرط بين قوسين وطبعا بشكل مباشر نفتح الاقواس الخاصه بالشرط وطبعا نكتب else وطبعا راح نخلي قوسين وفارزه منقوطه. طيب هنا بالشرط راح نستعلم عن هذا اليوزر نيم. اذا كان اليوزر نيم طبعا يساوي يساوي، دائما بالاف نستخدم يساوي يساوي، ما نستخدم يساوي وحده مثل هذه. طيب ليش؟ اذا استخدمناها مره وحده معناها راح نخلي قيمه، هنا راح نخلي يعني يعني يوزر نيم تساوي هذه. اذا خلينا مرتين يعني معناتها استعلاميه، يعني ما هي هنا مو معناها قيمه، معناها استعلام، فالاستعلام لابد نخلي مرتين، فحتى نميز الاستعلام عن القيمه راح نخلي مرتين. يساوي يساوي مثلا 1 2 3 او بشكل مباشر 1 2 3. طبعا هنا ايضا بامكاننا بشكل مباشر 1 2 3. طيب اذا كان يساوي يساوي 1 2 3 نعطينا هنا good. طبعا الجود هيك نطبعها بشكل مباشر؟ لا مو صحيح. نكتب سي اوت قوسين برمجيات ولابد انه نخليها بداخل هذا الجزء. وطبعا هنا else بشكل مباشر ايضا نجي الى السي اوت نضيفها هنا وما ننسى هنا ايضا الاقواس البرمجيه وطبعا هنا عفوا الفارزه المنقوطه. وحتى نرتبها دائما شو يسوون؟ بالسطر الاول تكون الاف والشرط ويكون اول قوس، اول قوس يكون بالاعلى والقوس الاخر يكون بالاسفل، القوس الختامي والالس والقوس اللي بالبدايه يكون بسطر والقوس الختامي يكون بسطر. هذا هو ترتيب الداله برمجيا. في حال لو رتبناها بهذه الطريقه يكون افضل. طيب الان اذا كان يساوي يساوي 1 2 3 راح يعطينا جود، هنا راح يعطينا no good. طيب نجي الى execute راح يعطينا. طيب الخلل هنا انه هذا رقم فضروري انه يكون integer int. وطبعا نجي الى execute نعطينا هنا good. ليش؟ لان تساوي نفس النتيجه. طيب ممكن نكتب بالعربي جيد جيد كلمه المرور صحيحة. إذا كان لا راح يعطينا كلمة المرور غير صحيحة. طيب نجي إلى execute راح يعطينا جيد كلمة المرور صحيحة. لو خلينا هنا رقم مختلف وطبعا اكسكيوت كلمة المرور غير صحيحة. طبعا هذا مثال بسيط جدا على الدالة اف. ان شاء الله بالمحاضرة القادمة راح يكون تطبيق عملي على الدالة اف وعلى العمليات الحسابية وراح ناخذ امور معقدة اكثر واحترافية ان شاء الله. واجب هذه المحاضرة هو تنفيذ هذا الجزء. طبعا هنا يوزر نيم نخليه متغير انت ونعطيه قيمة، طبعا شرط ان تكون غير الواحد واحد وغير 1 2 3. وطبعا هنا يساوي اليوزر نيم نجرب العملية. وطبعا هنا إذا كان اليوزر نيم يساوي المتغير يوزر نيم راح يعطينا كلمة المرور صحيحة، وإذا لا راح يعطينا كلمة المرور غير صحيحة. هذا هو طبعا واجب هذه المحاضرة. نتمنى تكون هذه المحاضرة سهلة وبسيطة.
نلتقيكم في محاضرة قادمة بإذنه تعالى.